نعم، قبل قليل المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي كان يعني وفق البيان الذي صدر عن نجمة داود الحمراء الإسعاف الإسرائيلي يتحدث بأن الإسعاف وصل إلى تلك المنطقة ووجد 3 رجال كانوا فاقدين الوعي ومع جروح خطيرة بسبب طلقات نارية، تم بالطبع إخلاءهم في مروحية إسرائيلية ونقلهم إلى المستشفيات، ولكن إعلان مقتلهم يعني جاء سريعا بعد أن قيل بأن جراحهم حرجة، جاء إعلان مقتلهم. أيضا تم الإعلان عن تصفية منفذ العملية، وفق الرواية الإسرائيلية منفذ العملية هو سائق شاحنة أردني كان قد خبأ السلاح في شاحنته، ومع تفريغ حمولة هذه الشاحنة في معبر الكرامة ألينبي كان قد أطلق النار نحو رجال 3 رجال أمن في معبر الكرامة يعملون في معبر الكرامة. على الأرجح أن رجال الأمن هؤلاء يتبعون لسلطة المعابر الإسرائيلية التي تسيطر بشكل تام على كل المنافذ الخاصة في الضفة الغربية، وهذا هو بالطبع المنفذ الوحيد ما بين الضفة الغربية والعالم الخارجي عبر المملكة الهاشمية. يعني المعلومات كما قلت، المعلومات الأولية أيضا تفيد بأن إسرائيل تتخوف من أن يكون هنالك شركاء في هذه العملية، قامت بتمشيط المنطقة، هنالك تمشيط أيضا في مجمل منطقة الأغوار، عمليات هنالك حالة تأهب، عمليات تفتيش على كل المستوطنات المتواجدة في منطقة الأغوار القريبة من مدينة أريحة. بالطبع هنالك صدمة في الجانب الإسرائيلي نظرا لأن هذه العملية جاءت يعني من الجانب الأردني. كنا قد قلنا بأن معبر الكرامة سمي على اسم معركة الكرامة، اشتباك مسلح عام 69 كان في تلك المنطقة ما بين قوات الأردنية المسلحة والفصائل الفلسطينية وأيضا ما بين إسرائيل، ولذلك هنالك يعني أيضا رمزية لهذا المعبر الذي يعتبر اليوم المعبر الوحيد للفلسطينيين لخارج الضفة الغربية. أيضا يصلنا الآن من إذاعة الجيش بأن جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على مدينة أريحة، هنالك قوات كبيرة دفعت بها الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أيضا لتلك المنطقة. يعني وفق إذاعة الجيش أيضا هذا ما قاله ربما زميلي ضياء قبل قليل، سائقي الشاحنات وأيضا عدد من عمال الذين كانوا في معبر الكرامة ألينبي خلال تنفيذ هذه العملية تم توقيفهم، ويبدو بأنه تجري الآن عمليات تحقيق معهم خوفا، بالنسبة للرواية الإسرائيلية بالطبع، خوفا أن يكونوا متواطئين أو ضالعين في هذه العملية. الصور طبعا الفيديوهات واضحة لأخذ كل هؤلاء العمال للتحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى حالة التأهب كما قلت وفرض طوق على مدينة أريحة وعزل هذه الشاحنة. الجيش ما زال يقول جيش الاحتلال بأنهم يحاولون إزالة الشبهات بشأن كون هذه الشاحنة ربما مفخخة، تخوف من أن تكون الشاحنة مفخخة، وبالتالي هنالك حضور لقوات كبيرة من الهندسة في جيش الاحتلال من أجل فحص الشاحنة وإزالة الشكوك بأن تكون هذه الشاحنة مفخخة. نعم، جيش الاحتلال يقول الآن أيضا بأنه تم استدعاء قوات كبيرة إلى المكان ويتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة داخل هذه الشاحنة. نعم. يمكن الافتراض طيب. بأن حالة التأهب هذه ستبقى مستمرة لعدة ساعات فقط. يعني على عجالة ملاحظة أخيرة، بالتأكيد سيكون هنالك حديث ما بين الجانبين الإسرائيلي والأردني في هذا الشأن وكيفية تأمين هذه الحدود. قد يكون هنالك ربما قد تفرض إسرائيل بصفتها الجانب المحتل إجراءات فحص شديدة جدا ربما في الفترة القادمة، وبالطبع الآن المعبر مغلق.